إخواتنا وأولادنا هم بيكونوا أهم حاجة في حياتنا. ممكن يكون حد عنده صديق أو حد جار أو حد قريب لقلبه عنده مرض السكر، وبرضه السكر بيقلقوا جدا من حقنة الإنسولين، يا إما بيبقوا عارفين هم الحقنة كذا يوم كذا مرة هيبدوها في اليوم، أو يا إما مش هيقدروا يظبطوا أكلهم بعد ما ياخدوا الحقنة. فالنهارده أنا أقدر أقول لكم إن شركة سانوفي العريقة اللي بقالها أكثر من 35 سنة في مجال الأنسولين بتقدم للمريض حقنة مرة واحدة في اليوم، تستمد أكثر من 24 ساعة زي ما احنا شايفين على الباك دروب. أنا مش هتكلم طبعا عن الحقنة لأن موجود أساتذتنا الكبار النهاردة اللي هيتكلموا عنها، وتقدروا تسألوهم بعد الندوة الإعلامية دي إيه هي خصائص الحقنة الأنسولين الجديدة اللي هي التوجين. ودلوقتي هنبتدي الجلسه بكلمه الاستاذ الدكتور هشام الحسناوي عميد المعهد القومي للسكر، ودكتور هشام هيكلمنا عن دور المعهد في رفع وعي المريض المصري عن مرض السكر. دكتور هشام اتفضل.